نشرة أخبار مفصلة من قناة الجمهورية، أهلا بكم. إلى العناوين: نجاة جباري من محاولة اغتيال في مارب، القوات المشتركة في حيس تدمر مستودعا حوثيا للذخيرة، القوات المشتركة بالضالع تفشل هجوما حوثيا، شركات وهمية تبتلع أموال وذهب النساء في صنعاء. أهلا بكم. إلى التفاصيل: نجا مستشار الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري اليوم الأربعاء من محاولة اغتيال في مدينة مارب بانفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي كان يقيم فيه وسط المدينة، وتسبب الانفجار في إصابة اثنين من مرافقيه بجروح. واعتبر مراقبون استهداف جباري في مارب رسالة لتأكيد هشاشة الوضع الأمني والعسكري في المحافظة، مما ينذر بسقوطها بأيدي الكهنوت الحوثي الذي تحرص بعض قياداته على الإشارة لوجود تنسيق غير معلن مع الإخوان برعاية من دولتين خليجيتين تدعمان الحوثي والإصلاح. ردت القوات المشتركة على الخروقات المتكررة للميليشيات الحوثية والتي استهدفت منذ يوم أمس وحتى اليوم الأحياء السكنية في مديرية حيس ودمرت مستودعا للذخيرة. وتمكنت وحدات من منتسبي اللواء 11 بقيادة القائد مصطفى دوبلة المرابطين في قرية بيت مغاري بحيس من إسكات مصادر نيران الميليشيات وإحراق مستودع من الذخائر شمال غرب حيس. أفشلت القوات المشتركة من اللواء السادس صاعقة فجر اليوم هجوما حوثيا باتجاه بتار التي تتمركز بها شمال غرب الضالع. وحاولت ميليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في بتار أقصى شمال غرب الضالع، إلا أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لها وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح وأجبرت بقية عناصرها على الفرار. ومنذ أشهر تسعى ميليشيات الحوثي إلى الوصول إلى المواقع التي خسرتها سابقا بهدف استعادتها، إلا أنها تواجه بصلابة قوات المشتركة. انتشرت مؤخرا في أمانة العاصمة ظاهرة الشركات الاقتصادية والتجارية التي تحمل أسماء وهمية لتحتال على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم وشراء الأسهم مقابل عوائد وأرباح طائلة. ووقعت مئات النساء ضحايا عمليات نصب منظمة خسرن على إثرها الكثير من أموالهن بعد أن نصبت لهن الشركات مصائد تقوم على تقديم أرباح كبيرة في بادئ الأمر وحثهن لجلب المزيد من المستثمرين مقابل أرباح كعمولة. وبمجرد أن يرتفع عدد المساهمين ويزداد رأس المال تختفي تلك الشركات. وجمعت تلك الشركات عبر وسطاء ووكلاء لها الملايين من الدولارات، حتى إذا حانت اللحظة المناسبة اختفت مع طاقمها تاركة من انطلت عليهم أكاذيبها تحت سطو الديون وألم ضياع أموالهم بين ليلة وضحاها. وتتبع هذه الشركات وتديرها شبكات من النساء وليس لها مقرات أو أرقام هاتفية، ويعتقد أنها على ارتباط وثيق بميليشيات الحوثي، حيث تعمل في التسويق والمضاربة بالأسعار وتجارة الذهب والفضة والخياطة. منعت ميليشيات الحوثي جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في العاصمة صنعاء من استقبال أي حالات طارئة ناتجة عن أي حوادث في مناطق سيطرتها. ورفضت المشافي ليلة أمس استقبال امرأة أصيبت بطلق ناري الراجع نتيجة إطلاق النار في الهواء في وقفة احتجاجية حوثية في شارع الأربعين بمنطقة سعوان في العاصمة صنعاء، إذ أكدت تلك المستشفيات وجود توجيه بعدم قبول أي حالة طارئة واقتصار عملها على استقبال جرحى الجبهات في ظل استمرار تدفق المساعدات الطبية للقطاع الصحي الحكومي واستحواذ الميليشيات الحوثية عليه وتخصيصه لقياداتها ومشرفيها وجرحاها من الجبهات. وثق تقرير حقوقي ارتكب ميليشيات الحوثي عددا من الجرائم بحق أبناء تعز خلال شهر يونيو الماضي، بينها قتل 4 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم 4 أطفال وامرأتان على يد ميليشيات الحوثي، فضلا عن ارتكاب 20 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة وخاصة.
وكشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بعنوان تعز حصار وقصف وأوبئة، فرض ميليشيات الحوثي أتاوات جديدة على سكان وأهالي قرى محافظة تعز الخاضعة لسيطرتها، وألزمت كل فرد بدفع 500 ريال شهريا بما في ذلك الأطفال والنساء. وقام مشرفو الميليشيات بتعيين مندوبين لهم في العزل والقرى الخاضعة لسيطرتهم لجباية هذه المبالغ إجباريا واعتقال كل من يرفض دفعها. غرقت سفينتان في ميناء الاصطياد بمنطقة حجيف بمديرية التواهي بمدينة عدن، وتسربت منها الزيوت ووقود محركاتها إلى البحر وسط صمت مطبق من الجهات الحكومية المختصة، ما يهدد البيئة البحرية بكارثة مرتقبة. وطفت على السطح طبقة من الزيوت والديزل المتسرب وغطت مساحات كبيرة فوق مياه البحر، مما ينذر بكارثة بحرية تهدد الأحياء البحرية. شكرا للمتابعة، في أمان الله.